محافظة حمص الآن تنطلق القافلة الثانية إلى المحافظات المنكوبة. القافلة الأولى كانت تحوي عشرات الشاحنات والشاحنات المتوسطة. في هذه الأثناء الدفعة الثانية من محافظة حمص. لمزيد من المعلومات، مديرة الشؤون الاجتماعية في محافظة حمص التي يعني ترافق القافلات التي توجه إلى المحافظات، ثاني قافلة اليوم بتروح على المحافظات المنكوبة، وصلتوا أول قافلة. نحكي شوية تفاصيل عن توزيع المقافل الأولى وشو الاحتياجات اللي كانت. هلا نحن بالمرة الماضية كانت وجهتنا كمديرية شؤون على حلب، لما وصلنا طبعا تم التوزيع باليد من قبلنا ومن قبل الجمعيات الأهلية اللي شاركت معنا بالمبادرة الماضية بالتنسيق والتعاون مع مديرية شؤون حلب. طبعا كانت وجهتنا على المساجد وعلى مراكز الإيواء اللي موجودة فيها الناس المتضررة من جراء الزلزال. طبعا حصرنا الاحتياج نحن وشفنا شو ممكن نقدم بالحمل الثاني بالمبادرة الثانية بالقوافل اللي طالعة اليوم، هي حليب أطفال، حفاضات عجزي، أدوية لأمراض مزمنة، مصابيح بالطاقة الشمسية، مواد غذائية ومواد لا غذائية. نحكي عن يعني عم يضل تحضير وتجهيز قوافل جديدة، عم تشوفوا هلا وقت عم تكونوا بالمحافظة شو هو الأكثر احتياجا وعم يتم التنسيق مع نحن بصدد إرسال قوافل بشكل مستمر، يعني خاصة كمديرية شؤون وكجمعيات أهلية وخيرية بحمص. كيف شفتوا الوضع هناك بالمراكز الإيواء وبالإضافة لمراكز الإيواء بمحافظة حمص؟ يعني مع انطلاق اليوم القوافل كمان عندنا نحن مواطنون بمراكز الإيواء بالمحافظة عندنا، كيف عم يتم التعامل مع الموضوع؟ يعني نحن بأول قافلة طلعنا باستجابة سريعة لمساندة إخوتنا المتضررين من جراء الزلزال. بالمرات الثانية بصير حصر الاحتياج وبصير بنبعث المواد الأكثر احتياجا لهم بهي الفترة. إذا هذه القافلة الثانية من محافظة حمص باتجاه المحافظات المنكوبة. القافلة فيها اليوم هي للأكثر حاجة من أدوية وحليب أطفال ومواد غذائية كان هم بحاجة إليها اليوم في المحافظات المنكوبة، مع الاستمرار في تجهيز قوافل أخرى للأيام القادمة. محافظة حمص على أتم الاستعداد لإرسال جميع المواد التي تحتاجها هذه المحافظة بالتنسيق بين محافظة حمص والمحافظات المنكوبة. هذا كل شيء من محافظة حمص، عودة إليكم إلى الاستوديو.